ايه هلا احنا موجودين بنص ساعة الغداء وراح تخلص هسه، ما بقى 10 دقايق انا ما بدي 10 دقايق يعني، كل واحد اكل له كعكه وكاست اندومي وخلص بده يقوم على شغله. كنت اكل 3 وقعات وصرت على الفار انا ورايح وجاي، والله العظيم بنطر اروح على البيت تكون ما تشوف شو عامل اكل لحتى ايه. بالجامعة كانوا يعملوا اكلات طيبين يعني ساندويتش دجاج مع ما بعرف شو، هلا هو ما بحلم جيبهم. فاكيد تغير كثير نوع الاكل اللي كنا ناكله، يعني قبل دجاج لحمه حبس جبنه ما بعرف شو، هلا ركينا على المقياس اكثر. عم باكل بالنار تقريبا على وقت الغداء منقوشه، اكيد ما بتشبع يعني، بس ما ماشي حالنا فيها شو بدنا نعمل، وكاسه شاي اهم شيء. كعك كنافي كنت يعني انا كعك كنافي على طول على طول تلفله بالليل ما اوصل لعنده بيكون صارت جاهزه، هذا نسيناها كعك كنافي، هذا الحلو نسيناه. وكعك وكاسه قهوه هاي صارن وباكيت دخان يعني 90,000، اخر اسبوع يطلع علينا 500-600,000 يعني دحنا. شوف على ال 275 ال 50,000 طارت هين عند ال عند القهوة والشاي. اليوم بتاخذني علبة، أنا ما عم دخن، أنا وقفت الدخان لأنه علبة الدخان بتكلف لي 31-32 ألف ليرة. حتى القهوة مش قادرين نشربها، كل يوم بدي أنا 7 فناجين قهوة حقه 7 فناجين 3500، هلا حق اليوم شربت فنجان قهوة حقه 15,000، ندمت لأنه شربت فنجان قهوة حقه 15,000. الأنية المي كانت ب 500 هلا صارت ب 15,000 يمكن آخر مرة اشتريتها، وهي أنية مي يعني، فتخيل إذا أنت بدك أنيتين مي بالنهار بدك 30,000، هيدا بعد ما شربت بعد ما أكلت بعد ما عملت شيء. حق سندويشة فلافل ما بتشتري أو سندويشة شاورما ما بتشتري، أقل شيء أنا بدي سندويشة ثاني شاورما. مثلاً قبل كنت كل يوم تنقول باكل شاورما كان ساندويتش الشاورما اغلى ساندويتش ب 4,000 او 5,000، هلا لا صار شيء 200 هيك شيء، هيدا اذا بس عم بتجيبها بلا بيبسي بلا قصص. حتى قلنا قبل ما تفرق معنا ناكل لحمه ناكل فروج ناكل، هلا ما في مثل ما بقول بجيب معلبات بجيب وبنطر، بصراحه بحكيك اياها بصراحه بنطر المساعدات كرتوني لحتى يطلع لي فيها كم علبه طون وكم علبه سردين ورز وزيت وكذا وهيك قصص. فواكه، انا الفواكه صار لي شو بدي اقول لك يمكن اكثر من سنة ونص انا ما شاري كيلو ليمون، بس افندي كرمنتين وقت اللي كان رخيص من على المدينه الرياضيه بيبيعوا من 3000 و 10000 ليره، هذه من 3 اشهر مرتين ثلاثه جبت وقفت، ما بقى اجيب ما بقى فيني اي طبخه اللي بدك تكلف. اقل طبخه من قريبه بدك تكلفك 500,000 ليره، راحت نهار راحت بنهارك. بس غدا هلا انا اروح على البيت لاتغدى وجبه واحده. على الكل قد ايه؟ على الكل 80. 80؟ ايه. لا وما بقى في يعني اللحمه يدوب بالشهر فوت مره لحمه على البيت، الدجاج انا شو بدي اقول لك من 6 أشهر 7 أشهر ماني فوت دجاج على البيت، والطبخه اللي كانت مثلا تحط لها وقتين لحمة صرنا نحط لها وقية لحمة، البطاطا ركين على البطاطا والمعكرونة والبربر. أنا يمكن من 45 من 50 سنة ما كنت أعمل مجدرة برغل، هلأ عم بعمل مجدرة برغل.